نطلع على اكتف باور الان. اكتف باور هلا في عندنا الباور ترينجل. الباور ترينجل له ثلاث اضلاع. ايش هم الثلاث اضلاع؟ اس اس وبي وكيو. الزاوية هاي هي ثيتا تبعت اللود اللي هي نفسها هاي كيو. ايش وحدة كيو؟ في او بي بي ار فار فولت امبير رياكشن. ايش وحدة بي؟ وات. ايش وحدة اس؟ في ار فولت امبير. وهاي الزاوية اللي هي ثيتا. لاحظوا ثيتا ايش العلاقة بين بي واس وثيتا؟ S تساوي P بكوساين ثيتا. ممتاز. إذا كوساين ثيتا تساوي المجاور على P على S كوساين ثيتا، واللي هي نفسها إيش سميناها هاي؟ اللي هي الباور فاكتور. هاي الباور فاكتور. وطبعا الباور فاكتور ممكن يكون leading أو lagging، لكن ما بصير يكون اكبر من واحد، بده يتراوح القيمه تبعته من صفر الى واحد. بي ايش العلاقه تبعت بي؟ بي في عندي هلا في عندي زاويه ما بين الفولتج والكرنت. احنا في الدي سي كيف كنا نطلع بي؟ شو نضرب؟ ايش في ايش؟ بي في اي. بي في اي مش هيك؟ كنا نضرب بي في اي. بحاله الدي سي كان فاين تمام مش هيك؟ ما فيش عندي ساينوسويدز ولا عندي زوايا. هون ما بنفع اضرب بي في اي بس. ليش؟ لانه في بينهم فيز انجل. هلا اذا كانوا هذول الاثنين الكرنت والفولتج ان فيز تماما، معناها لما يكون واحد منهم بوزيتيف الثاني بيكون بوزيتيف، لما واحد منهم نيجاتيف الثاني بيكون نيجاتيف، ماشيين 100% مع بعض مش هيك؟ اذا الزاويه بينهم زيرو. لكن اذا في بينهم فيز شيفت راح يصير في عندي فتره معينه فيها واحد منهم بوزيتيف والثاني نيجاتيف، فتره الاثنين بوزيتيف، فتره واحد منهم نيجاتيف والثاني بوزيتيف، وفترة التنين نيجاتيف. لما يكونوا التنين نيجاتيف بعطوني باور، لما يكونوا التنين بوزيتيف بعطوني باور، بس لما يكون واحد منهم بوزيتيف وواحد نيجاتيف شو بصير؟ كأن الباور عمالها بترجع. فما بنفع اني استعمل بس في في اي، ايش لازم اضرب كمان؟ كوساين. كوساين الزاوية اللي بينهم. فبعندي هون بصير بي بتساوي في، في هون ايش لازم تكون؟ ار ام اس. وثيتا بين مين ومين؟ بين الفولتج والكرنت. هي تبعت الامبيدنس. هي نفسها تبعت الامبيدنس بالحاله هاي، لان هاي الحاله بسيطه سامي. فنفس زاويه الامبيدنس هي نفسها ثيتا اللي موجوده في الكوساين. فناخذ نفس الشيء، ناخذ 120 هاي طلعت معنا 3.07، وعندي كوساين ايش الزاويه؟ 75 درجه. قديش طلعت معكم هاي؟ طبعا الوحدة هاي لازم تكون واتس. قديش؟ الصالة تكون سالب 75. نعم سالب 75 عشان الامبيدنس 75. صحيح سالب 75، بس الكوساين البوزيتيف والنيجاتيف نفس الشيء. اعطيني نفس الشيء. طبعا هاي نفسها لو ضربناها الفي في اي كونجيجيت. لانه بالفرق الالكتريك كنا نضربها. انت بتحكي عن اس مش هيك؟ لا على الباور. بصير تضرب نفس الشيء. بصير نفسه هو نفس قيمة ال في، بدك تطلعه ككومبلكس نمبر وبعدين من الكومبلكس نمبر تطلع. لا بالعادي على الكالكوليتر بتطلع عادي مع زاوية. الزاوية سالب 75، انه اذا زاوية الكرنت قديش صارت عندنا بالسالب. تمام. بنحولها لبتصير موجب وبنضرب ال في الاي. تمام تمام. فبيطلع الباور صح؟ بصير بيطلع. بس انا قصدي هون حتى انت لما تضرب كوساين ماينس بيطلع معك بوزيتيف كمان. مضبوط؟ يعني الباور فاكتور انا بسميه ليدنج او لاجنج، بس النيجاتيف الزاويه البوزيتيف نيجاتيف ما بتدخل ما بتتمرش معي. بتذكر كوساين وساين اوكي؟ كوساين فالكوساين بوزيتيف ونيجاتيف بلس ماينس نفس الشيء اوكي؟ هلا اللي انت بتحكي عنه انا ممكن احسب اس بتساوي في في اي كونجيجيت، راح يطلع معي تي زائد جي كيو. هلا بحكي عنه بس هلا هاي ببساطه خلص اضرب في كوساين الزاويه حتى لو كانت نيجاتيف ما في مشكله اوكي. قديش هاي تطلع معك؟ 95.3. قديش؟ 95.3. شو معناها الفيزيكال؟ شو معنى الفيزيكال مينينج تبع ال 95.3؟ انه الباور الفعليه اللي
بصرف من وين لوين رايحه؟ من وين مين بعطيني اياها ومين بستهلك ريزيستور؟ مين اللي بعطيني اياها؟ الشركه من السورس. هذا السورس عم بعطيني كل ثانيه كم جول؟ 95 جول. مين اللي بضيعهم؟ ال ال ولا الار؟ الار. الار ما بضيع ترى ما بطلع هيك الرقم بطلع 339 120 عندك خمس قصها 75 رح تطلع صغيره. بس حطيتها على الكالكوليتر قديش طلع معك؟ 120 وطلعت 340 هلا هاي تطلع حوالي 360 تمام مضبوط. بس انت انتبه كانك حاطط سايد 75 قصها 75 لا حاطط سايد دقيقه خليني هي بتطلع زي هيك حتى انا معي على القانون اللي حكيت لك عنه اللي في في ايكون جديد طلعت 369 زائد 75 339 هاي اللي كنت اشوف التليفون غلط متاكد انه راد ولا محطوطه طيب انت معي دجري مش بالدجري هاي دجري حطها مثلا عندك 120 في 3.07 هاي لحالها تعطيك 368 بدك هلا كوساين ال 75 مضبوط؟ قديش كوساين 75؟ 0.258 لا يا شباب شو مالكم؟ كوساين ال 75 0.26 انتم كلكم حاطين رادز قديش بطلع معك؟ لا 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 انتبه 75 راد وين عندك؟ الراد وين الراد؟ زائد راد بدك تحط 75 بدك تكون حاطط ديجريز مضبوط؟ كنت تنتبهوا انه يكون هذا لانه هو اصلا هذا مين اللي اكبر فيهم؟ مين اللي مور دوميننت هون؟ الار ولا ال؟ ال 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 فجزء كبير من الاس هاي لما انت بتحط الاس هاي رح تطلع الزاويه كبيره شو رح يصير في تي؟ رح يقل رح تصير صغيره ومين رح تكون كبيره؟ كيو احسب هلا كيو احسبوا كيو كيو شو بتساوي؟ في في اي في ساين في ساين ثيتا وهاي إذا بدك تحطها ماينس 75 ماينس 355.8 قديش؟ ماينس 355.8 55.8 وهاي عندي اوكي؟ رح اعطيك 355 تمام؟ اس قديش؟ في اي حوالي 360 اكثر من شوي 360 تمام؟ خلينا نحكي عن الكومبلكس كونجكت